فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. نعم هذا كما سبق، لكن عند بعض طلاب العلم إشكال في أن رواية يوم بعده أنها فيها مقال. نعم أنها فيها مقال، وأن الرواية الصحيحة صوم يوما قبله، فهم يتوقفون في صوم يوم بعده. فنقول ما دام أن الرواية جاءت كثيرة ومتعددة في صيام يوم بعده، وأن المقصود المخالفة، والمخالفة تحصل في صيام يوم قبلها أو يوم بعده فالأمر في هذا هين وسهل.